مصر هي أم الدول العربية، هي البلد الوحيدة اللي بتجمع كل الجنسيات فيها، والناس بتبقى موجودة باحترامها، والشعب المصري بيحبها. الكلام ده ينطبق على أبو رمزي. أبو رمزي سوري ومقيم في مصر وبيعمل نابلسية طعمها غير طبيعي. أبو رمزي هو اللي قال لي الكلام ده، وأنا بصراحة انبسطت منه أول لما شفته كده وضحكته الجميلة. والأجمل بقى الحلويات اللي بيعملها بإيده اللي تستاهل كل الخير. أبو رمزي موجود في مصر بقاله 8 سنين، وابنه الكبير رمزي وابنه الصغير كمال، وسماهم بأسماء مصريين عشان هو بيحب مصر من صغره. أنا لما رحت له كلت من إيده النابلسية الجميلة دي، سعرها 30 جنيه. أبو رمزي موجود في شارع عمارات الأطلس في المقطم، قدام اسم المقطم آخر الشارع شمال، وسعرها 30 جنيه. أنا بصراحة كده مسكت كنافة وكلتها وقلت بسم الله، وجات لي الرعشة المصرية السورية، حاجة كده من الآخر. كل الشكر لكل إخواتنا السوريين، كل الشكر لإخواتنا العرب المقيمين معانا، وبنقول لهم مصر أمكم وأمنا، وكل سنة وانتم طيبين، واتمنى الخير لحضراتكم.